مرحبا لكل متابعين صفحة اليوفنتوس وتويتر يوسف حريم. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع التقويم ومتى هو العمر المناسب للبدء في علاج التقويم. في بداية الأمر لازم نعرف أن العمر المناسب يختلف من شخص إلى آخر. عندنا مشاكل التقويم تنقسم إلى نوعين: مشاكل في الأسنان واللي هي ممكن تكون وراثية، ومن هذه المشاكل ممكن يكون عندنا ازدحام في الأسنان، ممكن يكون في فراغات أو بروز في الأسنان أو أسنان إضافية. والعلاج لهذه المشاكل يكون بالعادة من عمر 9 سنوات فأكثر، ولأن في هذه الفئة العمرية يكون أغلب الأسنان الدائمة قد ظهرت بالفعل. أما بالنسبة حق المشاكل اللي هي تكون من النوع الثاني، تكون غالباً مرتبطة بالعظام والفك، مثلاً أنه هو يكون الفك العلوي متقدم على الفك السفلي أو العكس، الفك السفلي يكون متقدم على الفك العلوي. ففي هذا النوع من المشاكل من الضروري أن المريض يراجع طبيب الأسنان في مرحلة عمرية مبكرة، وذلك لتفادي زيادة الصلابة في العظام واللي ممكن يؤدي إلى جراحة في الفك في المستقبل. ويعطيكم العافية، معاكم دكتورة حنان الدشيم.